احنا دائما بصباحنا غير بنضوي على المشاريع الصغيره اللي بتكون خصوصا بعالم الحرف اليدويه. واليوم مشروعنا مميز لانه الام والبنت موجودين معنا. رح نحكي اكثر عن المشغولات اللي بيشتغلوها اليوم، واكيد بيسعدنا نرحب بسيده رانيا خباز والانسه ساره الفراني. سعد صباحكم. صباح اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. قد ايه اليوم حلو تكون الام والبنت اول شيء رفقه عمر وزملاء مهنه؟ يعني كثير حلوة، وهي كان الحلم بصراحة. أنا بشتغل هاي القصص من صغري، من عمر سارة وأصغر كنت، وكنت حابة كثير. أنا عندي بنات، فحابة كثير حدا منهم يكمل اللي أنا بشتغله، وطلعت سارة هيك بطريقة الصدفة كشفت نفسها. طلعت لأمها. طلعت لأمها. سارة صباح الخير لإلك. خلينا هيك نبلش معك ونحكي اليوم عن بداية عملك. خبرتنا اليوم مامتك انه انت بلشتي اخذتي منا اليوم شيخ الكار، بالنسبة لك هي الام، يعني خبرينا اكثر. صراحة انا يعني بس خلصت بكالوريا كنت حابة اعمل شيء يعني لحالي لنفسي، كون اسم الي. ففكرت بالموضوع وقلت لاهلي انه انا حابة اعمل هذا المشروع. وبلشت انا تقريبا صار لي 4 شهور مبلشه. حلو. والحمد لله يعني بلشت واموري تمام. خلينا فورا هيك عشان نستعرض المنتجات اللي عم تكون بال، نبلش من هون. هدول شغلك؟ هدول شغل مين اول شيء؟ شجرات. شغل مين هدول اول شيء؟ شغلي هدول الشجر شغلي. ساره بتشتغل بالكروشيه والشناتي. خلينا نبلش بالشجرات اول شيء، هدول كثير بنشوفهم بالبيوت السوريه يعني. حلوين شجر. صح. حلو. من شو مكونين؟ خلينا نحكي. هلا عندنا اسلاك، لولو، جبصين، هالقصص. مواد بسيطة. مواد بسيطة طبعا. بس انه تكونيات كثير شجرة وقطعة حلوة كثير يعني. قد ايه اليوم هاي القطعة بتاخذ وقت منك؟ هلا هي ما بتاكل وقت كثير، بس بما اني ست بيت وعندي اشغال ثانية يعني، فانا يعني شغلة جمعة زمان لكملها. اليوم يعني الموديلات وقت اللي انت اي شيء حابة تساويه بتعتمدي على هيك الابداع اللي عندك، او ممكن اليوم تروحي للانترنت لتاخذي افكار؟ اي انا يعني عندي صفحات اللي بالفيس كلياتها بتحسيني براقب هاي القصص، والواحد بيتعلم وبيطلع اللي عنده. اي صحيح. تمام. هاي البنت كمان بومه الظريفه. بومه سنوبا. سنوبا وماش خشب. هاد شغلك ساره؟ لا هاد شغل ماما. انا شغلي الشنط. قد ايه بتاخذ هيك قطعه منك وقت؟ يعني اكيد ما مبينه، ما اخذت شيء. هي مساويه حالها بحالها. بس يعني تنسيقات معينه ودهنتيها بشيء يعني شايفه فيه لكار. لكار. اي وهي الرجلين انا قاصصتها على خشب يعني ومكونتها. هات شغل ساره، خلونا نشوف اليوم. هاتي هاتي يا نرمي. الام او البنت شو رايكم؟ هلا بس انا اقول شغله، ساره منظمه حفلات قبل ما تكون هي القصص يعني. طيب انا شغلي الاساسي تنظيم حفلات. تنظيم حفلات حلو. بنحكي رح نحكي عن هاي القصه اليوم. كمان هات شغلك الجزادين. اليوم كثير عم تعتمدوا على اللولو تقريبا بكل القصص اللي عم تشتغلوها. هلا هو دارج. ايه يعني هو بس صبايا كثير بحبوا هلا هيك. طيب خبرينا اكثر عن شغلك ساره، شو اكثر شيء بتشتغلي عليه غير الجزادين؟ هلا انا بشتغل الجزادين، تنظيم حفلات وتنسيق هدايا. طيب خلينا شو معك فرجيني انا. كمان يمكن هون شغل المدام رانيا صح؟ ايه. طيب هون شو مستخدم من خشب؟ لرمضان. اي خشب تعليقه من طمع. خشب والوان بس يعني. قرب رمضان رشا. قرب يعني عم تمضى هيك الايام. كل عام وانتم بخير. وانتم بالف خير. خلينا نحكي اليوم عن المواد الاوليه، عن الاسعار. اليوم اي شيء حابه تشتغلي عليه حتى لو كان يوم بسيط عم تنزلي على السوق، بين يوم والثاني عم يفرق معك اسعار. فاليوم كيف اليوم عم تحاولي اليوم تظبطي؟ نحن يعني مهنتنا بتتضمن كل الخامات، شو ما خطر ببالك. النحاس، الاسلاك، اللولو، القماش، الخشب، كل شيء. ومثل ما قلتي كل شيء يوم عن يوم عم يغلى اكثر. هيك البلد وهيك ظروفها. ساره عم شغلي تسويقيا بهي القصه؟ ايه طبعا. هلا انا اول ما بلشت عملت صفحه فيس، صفحه انستا، خصصت رقم للشغل وبلشت. اول شيء ضفت رفقاتي، اهلي، بعدين يعني صار عندي هيك عالم.
قديش حلو هاي القصص. نحن قديش نتابع الصفحات منشوف شيء مميز منوصي يعني. صح. كمان خلينا نحكي عن نقطة مهمة، كنت عم تحكي رش عن موضوع التسويق، عم تستخدموا موضوع السوشيال ميديا البازارات، شو أكثر شيء عم بيكون عندكم منفذ للتسويق ولتعرضوا خدماتكم ومنتجاتكم للعالم؟ صراحة هو الفيس أكثر شيء أنا شغالة عليه، وشاركت ببازار بكرة أحلى مع السيدة مدام عروبة السيد، ويعني استفدت منه بصراحة، هيك عملت دعاية لحالي وجاني ناس. يمكن تعلمتي من خبرات موجودة بقلب البازار، يعني اليوم نحن أي معرض نشترك فيه أي بازار، يعني اليوم نحن عم نأثر ونتأثر بالأشخاص بالمواد اللي عم تنعرض. يعني شو أكثر شيء فادك ضمن هي المشاركات؟ هلا أنا بس شاركت مرة ومشاركة هلا المرة الجاية على عيد الحب، وهيك مثل ما قلت لك عم تحضري له؟ أنا عملت دعاية. أي طبعا. هلا كمان خلينا نحكي معك بموضوع ذكرتي تنظيم الحفلات، يمكن هذا الموضوع بلش هيك ياخذ ضجه اكثر بالفتره الاخيره، يعني بنشوف صبيه عندها حفله تخرج، في عندنا مثلا موضوع الزواج لحاله، الخطوبه، حفله توديع، العزوبيه، في سلسله بتكون من الحفلات بيحبوا الصبايا اكثر شيء يعملوها. قديش اليوم بتحسي هي الخدمات صارت مطلوبه ورائجه اليوم بالسور السوريه، وكيف تقدري بتميزي حالك؟ يعني كمان شفنا كثير اشخاص عم يقدموا نفس هي الخدمات. صح. هلا اول شيء مثل ما قلتي كثير مطلوبه، بميز حالي، ما في يعني ما في حدا بيشبه الثاني، مستحيل، كل واحد له لمسته الخاصه، له يعني تاثيره هو، عرفتي يعني مستحيل. يعني شو الشغلات اللي بتقول ساره انا مثلا بكل خدمه بدي اقدمها لازم تكون موجوده، شو الشغلات اللي بتحرصي عليها لحتى انت مثلا تقدمي خدمه تعجب الشخص اللي طلبها منك؟ يمكن حلو اليوم تتميزي بشيء يكون لك بصمه خاصه، يعني وقت اللي بتكوني انت بمكان لتنظيم شو اكثر شيء بتركزي عليه؟ هلا ما في، مثل ما قلت لك يعني حتى لو واحد اعطتني صوره انا ما فيني اعمل نفس الصوره، اكيد يكون لي لمستك. يعني لمستي الخاصه مستحيل تطلع يعني الا انت شو انت عم تحسي فحيطلع معك. هلا هي كثير يعني تقيله بس انا رح ارفع حرام يعني مش تغلينا. هاي شغل مين اول شيء؟ هي من عندك الام هاي ما صح؟ كمان القطع كثير حلوه، عم تعتمدي فيه على الخشبيه صح؟ عمار وين وعمار طلع معنا بالكاميرا. طيب شو هدول القطع شو؟ خشب خشب. شو نوعية الخشب؟ مقطعتيهم هي عم نقول لأنه قطع أي نوع خشب بيمشي بحاله، أي نوع خشب بس أخذي شغل كثير هاي. أخذي شغل كثير. هذا اللي عم نحكي. بس قديش حلوة ومرتبة وبتعطي دفى بالبيت. أنت وقت بتشوفي القطعة طلعت حلوة بالنهاية بيطير التعب وبيروح وبتصير تفكري بشيء. قديش أخذة منك وقت هي تقريبا؟ والله أكلت فترة منيحة، ما عم أقول لك لأني ما بقعد قاعدة كاملة يعني لخلص القطعة، فأكلت فترة منيحة من الزمن. تكلفتها صارت مرتفعة؟ لكن. اليوم شو مستخدمين؟ بس خشب والمرايا بس؟ يعني اليوم اي حدا اليوم حابب يحطها بالبيت بده تتثبت بطريقه كثير قويه لانها ثقيله كثير ثقيله. يعني انا خايفه عليها، ما شفتيني عم سندها بايدي. طيب خلينا نحكي اليوم هيك على رمضان، قلتي انه في تجهيزات حتكون على رمضان ان شاء الله. هلا نحن محضرين هدول القمار وال شو بدي اقول لك عنهم، هدول الهلالات والفوانيس، في الرجل اللي شو بيقولوا له المسحر تبع رمضان، ايه عاملينه هيك على مجسمات صغيره يعني. ايه هدول القصص يعني. قديش حلو نحن بهذا الوقت ورغم الصعوبات اللي نحن بنعرفها بسوريا، نحن عندنا مشروع عم نشتغل عليه، خلينا ننتقل للصعوبات اللي عم تواجهكم كل وحده ضمن مجالها. شو ابرز الصعوبات؟ انا ما عندي صعوبه بصراحه، انا هي هوايتي من الصغر. انا ما بسوق ولا ببيع ولا انا بحب اشتغل لنفسي، لبيتي، للي حوالي، لاهلي واخواتي وكذا. كم سنه صار لك؟ ايه هلا صل عم اقول لك انا من عمر ساره بشتغل، بس هلا ساره هي اللي طرحت هاي القصه انه البازارات وكذا ونشترك، وهي اول مره عرفتي؟ فما ما عندي صعوبات بشيء بصراحه. حبيت التجربه؟ لاني بحبها هاي القصه انا، فما بلاقي اي صعوبه. وسارة شو اليوم الصعوبات؟ يعني انت اليوم عم تبلشي مشروعك الصغير بعمر صغير، يعني اكيد في تحديات وصعوبات عم تواجهك. اكثر شيء صعب لاقي اول شيء لاني انا لحالي وقت بدي اطلع اشتغل، فانا لحالي هي يعني بدها تاخذ مني وقت، هي الصعوبه مثلا. الاسعار عم تزيد، هي شغله كمان العالم بتلاقيها ما بتصدقك انه معقول كل هالقد. تتفقي انت اليوم مع الشخص على سعر معين بتكلفه معينه، فبتنزلي اليوم بتنزل بلاقي.
بس اليوم حلو مشروع سارة، يعني انت اليوم مو غلط تكبري مشروعك وقت اللي بتتمكني من الوضع اكثر، يكون عندك فريق اليوم انت تطلع انت وفريقك يعني بالتنظيم والتزيين الصالات. اليوم كمان عم نشوف اليوم شغلات بتخص البيبي، استقبال البيبيات، تزيين وقت الولاده، سوفينيرات. حلوه هاي القصص، كثير حلوه. مين اللي مساواها؟ انا. بس قديش انه حلو انه انت مانك مختصه بشيء، يعني فيني يعني استخدمي اي مواد ممكن شو بتقع عايري عليه ممكن بحب جربه وساويه يعني. والحمد لله كله عم يطلع ظريف. طيب كيف قدرتي تطوري هاي المهاره اللي عندك، يعني بالممارسه ولا كنتي تحضري فيديوهات ولا سجلتي دورات؟ بشوف على الفيس، بشوف يعني ناس عامله كذا مثل ما قالت ساره، الواحد بضيف هو شو عنده او بيساوي على طريقته مثل اللي شافه بس على طريقته يعني. سارة اليوم بس عم نشتغل بالجزادين او ممكن في شيء ثاني اليوم اشتغلتي؟ انا بشتغل جزادين. هاد اليك؟ هاد شغل سارة. هذا خيطان كليم وفي بلكسي. شو الخيطان؟ كليم. شو يعني اليوم كرمال نوضح اكثر نوع الخيط؟ هلا هو خيطان صوف كليم، يعني قريب على الصوف؟ لا اسمها كليم، بتجي عريضة، هو قماش. هو بيجي عريض اساسه وبلكسي وخشب. قديش عم تلاقي هيك قطع مطلوبة اليوم؟ الصبايا عم يحبوها. مطلوبة كتير هي بصراحة، بس بتكلف يعني مكلفة. هيك قطعة ممكن تكون غالية. هلا هيك مطلوبة؟ غالية. هلا بحسها انه هي لل ما بعرف للزينة أكثر من انه لل، لا هي مطلوبة كثير. عم يحملوه؟ كثير مطلوبة. طيب خلينا نحكي اليوم انه اليوم كتعليم، يعني اليوم حضرتك خلينا نقول حتى لو كانت الخبرات شخصيه واشتغلتي على حالك، اليوم بتتفكري اليوم تعملي مشروع انك تدربي حدا يعني يكون تعمل؟ بحب كثير تخطر هالفكره على راسي يعني. وبحب الصبايا، بحب شوف الصبايا عم تشتغل. ليه ما بتشتغلي يعني؟ ليه ما بتحاولي اليوم؟ اي حدا عنده حلم بحياته نحن بنسعى يعني اليوم للحلم حتى لو كانت بعيد القصص يعني، ولكن واحد بيقول انا جربت يعني. ايه صح والله، يا ريت. هلا انا مبلشه ببناتي يعني، بضلني بقول لهم انه شوفوا شو عندكم مواهب، جربوا كذا ساعدكم، عرفتي؟ فا ايه ليش لا، حلوه الفكره، يا ريت. اكيد كل واحد فينا لما ببلش بمشروع دائما بعد الانطلاق ويحتك مع العالم ويشوف ردود افعالهم بيطمح مع كمان مع كل بدايه سنه جديده لا يمكن تطوير مشروعه. خلينا نحكي ساره بالنسبه لك، كيف عم تفكري تطوري حالك اكثر بهذا المجال؟ هلا صراحه انا قلت لك لي 4 شهور مبلشه ببداية السنة، هيك قعدت وعدت حالي انه خلص هاي السنة بدها تكون سنتي عن جد يعني. ان شاء الله. فان شاء الله عم بشتغل على الموضوع، ما قلت لك شاركت ببازارات وهيك يعني. شفتي الهدف؟ قالت انه هاي السنة انا هاي سنتي يعني. طالما اليوم هيك دائما نحن بنقول انه رغم الظروف اللي عم نعيشها، رغم الامكانيات، ولكن دائما بنقول انه الاراده. وقد ايه حكينا نحن ببدايه العام عن وضع خطط جديده للسنه الجديده، فساره اليوم نموذج حلو. ساره شو اول قطعه اشتغلتيها؟ هلا اول قطعه اشتغلتها عملت شنتايه. اول شيء قد ايه كانت نسبه جماليتها؟ اليوم الام هي المعلم وهي اليوم بدك تقيمي حضرتك يعني. لا ساره يمكن بحياتي ما كنت فكر انه تفكر تشتغل هيك قصص يعني. انا ساره هي عصبيه شوي، ما لا بحس ما لا ما انا خجوله يعني. مبينه خجوله ايه لا في عندها عصبيه ايه. بس لما بلشت عن جد انا فرحت كثير وانبسطت وحسيت انه من شغله لشغله، عرفتي؟ ما عم تقعد، بدها تضل تتعلم شغلات جديده. ايه بصراحه انا فتحت يوتيوب، شفتهم هدول الشناتي انا حاببتهم دغري، فتحت يوتيوب تعلمت، نزلت جبت الاغراض. مو امك اليوم هذا التعليم؟ لا لا الشناتي على اليوتيوب. هيك انا يعني يمكن خانتك اليوم، هي خيانه. المعلم الاول هو الام دائما. ماما ما بتشتغل بهي القصص. قديش نحن بنقول رشا انه اليوتيوب هو بحر وفي فيديوهات نحن بنقدر نتعلم منها. نموذج سارة اليوم انه بصراحه كل شغله تعلمت عن اليوتيوب، حتى تزيين يعني. انا فتحت ما سجلتي ولا كورس ولا اي مدربه اشرفت عليك على اليوتيوب، شفت وطبقت. طيب ما بتحاولي اليوم تدخلي هذا الاكسسوار او هذا الشغل على قطعه ثياب؟ يعني اليوم تتخيلي انه انا اليوم بدي اعمل جاكيت وبدي اعمل لها مثلا، خلينا ناخذ اي موديل يعني، جربتي هي القصه او لا؟ لا صراحه بفكر فيها بس لسه ما جربت يعني، ما جربتها بس يعني انا بفكر على الشنط بالذات يعني، بشوفهم بيرسموا او هيك بقى بحب ان شاء الله. اليوم شو ممكن تقدموا نصائح؟ يعني خلينا نبلش من عندك مدعم هيك لكل سيدة يمكن بعدها بالبيت كمان مثلك ببداياتها كانت بتحب تشتغل لعائلة. هلا أنا بحس كل سيدة عندها
تدور بنفسها بداخلها عندها الا ما يطلع معها شيء حلو يعني. وكل بنت لهيك انا ببلش من بناتي وبقول لهم طالعوا شو عندكم لك جربوا حاولوا اي شيء، لا تضلك قاعده عم تقولي ضايق خلقي وما يعرف عني شو اعمل وكذا، جربي طالعي شو عندك. ممكن على قطعه تطريز، على قطعه هلا مثل ما عملت ساره ومثل ما بلشت. فحلوه حلوه القصه كثير، وحلوه يعني اذا مو حلوه انها تسوق وكذا لنفسها لبيتها مشروع تزين بالنهايه يعني هو مشروع اقتصادي. اليوم كم صبيه عندك؟ عندي 5 بنات وصبي. الله يخليهم كلهم بيشتغلوا بنفس القصه؟ لا هلا ساره اكبر وحده فالبقايا اصغر، في عندي عم يدرسوا في لسه اصغر كونه عم تقول اليوم المدام انه عم تعلم البنات، فهيك فضول نعرف اليوم باي مرحله صاروا من التعليم، هل صاروا اليوم قادرين انه يمسكوا القطعه ويشتغلوها لحالهم؟ هلا ما عم اقول لك بلشنا بساره، هلا لا الثانيه سنة ثالثة هندسة معلوماتية فمخها بقرنة ثانية، هلا كل واحد بيبرع بمجاله بقرنته فلسه ها هلا قد ايه عاملين فوضى بالبيت هدول القصص الخيطان اي والله بتسألي سارة بضلوا بيقولوا لي غراضك هون وهون 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 كمان اليوم هيك حبينا هيك نستعرض معكم كل القطع اللي معكم اليوم كرمال ما هيك نعرض جماليتها البيبي. قديش اليوم هدول القصص مطلوبين وصرنا نشوفهم بالمشافي، صرنا نشوفهم بالبيت يعني؟ صحيحة، ودائما هيك يعني رشا بنشوف فيهم كل وحده مثل ما قالت ساره بتعطي لمستها يعني مميزه، في ناس بتدخل كثير الهاند ميد، في ناس بتحب الخرز، في ناس بتستخدم الشرايط حسب. قد ايه حلو اليوم قطع الشيفون مع ال لا طول بسموه طول 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 شاطره شوي انا طول ساتان هتذاكر من ورانا طيب اليوم بنطلب اسماء منكم البيبيات ممكن ايه ممكن ايه جربتي ساره تعملي شيء بخص السوفينير البيبي او لا؟ هلا بصراحه بنطلب بس مثل ما قلت لك يعني وقتها بتقولي له السعر بتحسيهم بيهربوا بس جربت اشتغل هيك شيء بنطلب مني بتعاملي مع ورشه عم تحكي كثير بالسعر ساره قد ايه يعني ما بدنا نروح للارقام يعني هل كثير اليوم التكلفه يعني؟ ايه صراحه طيب خلينا نحكي اليوم هذا الجدران شو تكلفته؟ هلا هذا تكلفته شي 15 تقريبا ومبيعه؟ على الله هلا يمكن شغله اكثر من تكلفته هو ايه انا شفتها هي عم تشتغله بياكل وقت كثير هذا بالذات هلا هذا بيقعد معي مثلا بيوم بخلصه مع انه بتحسي انه هذا الشغل بياكل اكل شغل اكثر ايه هذا قديش؟ لا هذا قعد معي شي 3 ايام يعني وبتشتغلي على الطلب ايه طبعا طيب اخر كلمه هيك ممكن توجهيها اليوم لكل الصبايا اللي حابين يبداوا مشروع ساره تفضلي والله يعني اللي شو بتنصحيهم؟ يعني اي حدا حابب يبلش اول شيء انا احبطوني اللي حوالي بصراحه دائما بحبطوا حوالينا دائما هن عايشين لا يحبطوا بعدين خلص انا حطيت ببالي وانه انا بدي اعمل شيء لنفسي وكون اسم وبلشت فخلص يعني اللي حابب يعمل شيء خلي ارادته اول كل شيء ان شاء الله بدنا نتمنى لكم كل التوفيق وبنشكر اليوم حضوركم صباحكم هيك جمال وبتمنى اشوفك ساره بمشروعك الخاص فيما بعد شكرا مدام لحضورك اهلا وسهلا ساره شكرا لكم شكرا لكم اهلا وسهلا فيكم نورتونا لليوم وكل التوفيق لكم شكرا لكم شكرا لدعمكم اهلا وسهلا